Pelet kan kurnaxio, parti mudu gehia, maiz kan bartan, ubanae. Leilai, 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 la 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 la, leimunei awal leil, kumel lerae. Leilai. Leilai, leilai, la 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 la. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب الشرف طلع ومركلي مقال عصب برتا النجا دعوانا يسألنا هاي سكا كان دعوانين هاي وبرلين و أكامل يبرو أديات قلت وادعاء لبقى أديات بوم هسنتين ملك ستشوكتان الماء الريالو هانا دعوانين تويتر فيسبوك محاكو شيغاي واتساب قرابة كوشير غرية دي سي قرابة أوغارتو أديات هرمودك عاوة كتشفنا هرمودك كما تفكرتي أيها عاوة كتشفه أوكي ويسك دينينا لكن محرمنا وحنكو هاللي دوننا ريكش ما محنك بحين دوننا رير قالك عيود أروس رير قالك عيود محلو يغاني أوهين يدوف كنسكو دار آذي آذ صوتي تاوار لشي روماتيك آذي آذ دور جمهوية أروس كان محاوية وأروس كي قرنيقا يا رب بيجا سوماليت هرتا ان اصحابي انت ان اوغين قال كعيو لبا جديوي انت اوغ قد كوربا وحن تيجي شيكان كشيكيني هاد كوربا وحن تيجي وجاله موقته دينا ايتوبيان نغا هيستو بان تيجي موقته هادو وان دبارني وير ساعتي يدو مستوقه خياليا موتي ليغا سو قاداي او بان دينا جلبي فير وحن سومري وحن صوم لنا كي قارق عن لها بوحي إيجي لنا سومالي لانت موقتا معنا عيل بان قبا مركا وحبا الدين كميليه مركا مركا كوي عيدا كاها مش جوغي بوحي رهدين حقيقة تيمي أنا قنا انتها سائق لقوها لموقتا مركا قال كعي اللي بقي دوي مركا ساا وحن علي أفكي مقابا كري قد غير هبل معنا أنا مركا دينا عقل مذكتة أما دينا عبود لها أنت أوكرا وان أرانكرا دينا عقل مذكتة كأمي أبا كما سوقا دينا عبود لها أنت كأمي لابد كان إري ما با أرانا قبيل بان شيئا مركا لكن هذا مقع عام بان كوضا دينا عاسان كأمي بان كأمي بان إري نمان كي ميشي في دي واعس في ريا ويا وحدين كني معاك قدس ودوينو لسوت خنتو خي باشي لقى قاضي او ان ادو سوبريغ حتى بانها موقته مردن بان وحن اسفهمي ان ان قال كعي دحتاغن هاي مركا انت ان اوغين قال كعي ولا بقيبود انت بدن ددكو وحي كفكران مركي لي يراها قال كعي قيبته قلمدق اي قيبته معناها بوتلاند إنه إلا بطه يحوغا قلبي ولكن وحي ما فهمي كران موقتا قفكي أن مركا أقول الله توس أوحي أقرنين عنديات لباتي قطعي مركا أني قنا قلبي إغاء حيضو مركي ليسو حوغا بحدلي ليساتو خنتخي شون تأسكي شكاوة نعد أفكي إغاء حضي كوزو بلا أنت أويقا يامين عنديات هاتا هاتا محنك هاللينا أروس أجيب أحمد مهدي إن أذبان وسلام يا يفهم الكيسة يفهم الكيسة يدمان دلني هذا الرجال كعيوت الرجال كعيوت كميش شوكت أردن لا بدأ بينها بقى ما شاء الله إن وحن أذو فرح سنة هاي إن أراس كوضا كده عي هوتيل كويا له إن مقالة الرجال كعيو يجو ولي بأراس كوضو وها لنا عن لويا كان بوتلاند وحن أذو فرح سنة هاي hotel ku yaala dhinaca comfort gal ka ayo inta aroos lagu dhigay dhalinyaradii oo de meesha aan garanayo isku midaysan midaysan inay meeshi inta tageen en ay hadana maaragtay ay runtii xaflad qurux badan u sii galbiyeen hadana dhinac xaflad qurux badan inta lagu soo qabsaday hadana loo soo gudbay dhinacaan waa tan ugu kaliftay in aan ka hadalno een anaga macna gaarabay noo sameeyneysa xaqiiqdi farxad gaarabay anaga noo tahay ma sha Allah tabaarakallah aad baan u faraxsanahay boqolkiiba boqol gaalka cayo oo
oo si nabada loo dhex marayo anigu awalba waa miri jiray ninkii biki jiray isagay u taalaa laakiin isbaaradu waa qalbiga ee barnaamij ahba aada loo wadi jiray oo idaacadaha ka socon jiray laakiin gudoomiye jacfar aan aada u salaamayo baa arooskii koowaad dhinaca kusoo dhigtay oo xiniinyo xiniinyihii dee reer galkacyood ka saxdaha sheegtay oo dhallinyarada baray wax isbaara lahaa inaysan jirin juhalo isdirirayso dad caama aho oo wax isku tuurtuura lasoo dhaaf wacyi cusub dhallinyaro isjecel wax fahansan horumar ku tallaabsatay baa meesha joogtaintaankaga hor dhicin marka faahfaahintaa gadaalba kala socon arooskani waa arooskii labaad oo ka dhaca dhinaca galmudugta iyada oo dadka aroosanaya macnaha dhinaca puntlanta ay ka yimaadeen bay waxay ku dhigteen dhinaca galmudugta bal aynu daawano marka waxaan ahay arooskii labaad oo arooskiisa u hubeeya nabadda iyo isdhexgalka gaalkacya macnaha ninkaas waxaan ahay buu yidhi arooskii labaad oo u hibeeya arooskiisa nabadda iyo isdhexgalka hadalkaas yuusan hadhayalsanina soomaaliyay sababtoo ah waa habeenkii farxadda noloshiisa ninkan haddii marka buuq iyo qalalaaso iyo waxbaa la dilay iyo ka dhacdo colaad iyo balaayo iyo naxdin iyo urugwa imaan lahayd ama uu naftiisa ku waayo marka go-aan wuxuu ku qaatay in uu farxaddiisii uu kula dhiirado meeshaas okay axmed mahdi magacaygu waa axmed mahdi cabdi waxaan ka mid ahay dhallinyarada ku nool waqooyiga gaalkacyo arooskaygu caawa ayuu dhacayaa waxaan go-aansanay aniga iyo xaaskaygu inaan waqti habeen ah u gudubno koonfurta gaalkacyo hoteel ku yaalla si aan ugu qabsanno arooskayga ujeedkayguna waa in aan jebinno isbaaradii colaadda ee muddo soo taagnayd sidoo kale aan kulansiino wejiyo qurxoon oo kasoo kala jeeda labada dhinac kaalay oo loo raaca arooskayga nabadda iyo isdhexgalka gaalkacyo isdhexgalka waxaan soo bilownay xilli ee adkeed inaan bulshada reer gaalkacyood waqooyiga iyo koonfurta isdhexgalaan baanu kasoo shaqayn jirnay in dhallinyarada ay isku yimaadaan kulamo ay sameeyaan waxaa xusud mudan barnaamijyadii shaahi sheeko cilmi cawis waa soo jiitinay waxaan bilownay inaanu samaysano dhallinyarada inaan weliba anagu aan u bilaabo arooskay inuu ka dhaco qaybta galmudug waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhallinyaradii iyo bahda reer galmudug oo nagu taagay gudoomiye jacfar aada iyo aada buu u mahadsan yahay waa ninkii koowaad oo arooskiisa halkaa geeyey kii labaadna hadduu tegey laakiin gudoomiye jacfar wuxuu ahaa gudoomiyaha dhallinyarada dhinaca puntland buu ahaa isagoo ah gudoomiye buu haddana wuxuu go-aansaday arooskiisu dhinaca galmudug inuu ka dhaco si uu u sameeyo riyadiisii ahayd barnaamijyay sameeyeen shaahiya sheeko cawiiskii cilmiga miya barnaamijyay sameeyeen in ay ku sameeyen macnaha ay ula jeedeen isdhexgalka bulshada wax badan baa uga hirgalay markay ogaadeen isbaaradu inay qalbiga tahay ayay gaareen inay aroosay soo dhigtaan ilaahay ayaa mahadaa iskale mashaallah mida kale oo macaano jirtana waxay tahay dhallinyaradu waa laysku diraa sida aan aaminsanahay laakiin haddii dhallinyaradu ayagu dhexdooda ay ka heshiyaan oo hubka ay dhigaan oo qoryaha dhigaan xataa odayaasha balaayada isku dagaalaya iyo kuraasta xataa isku keeni karaan sababta tahay dhallinyaradu waa garabka keliya oo bulshadu ay ku dhisan tahay marka dhallinyaradu hadday gacmaha isqabsadaan bulshada soomaaliyeed oo dhan gaar ahaan waxaan ka hadlaynaa waa gaalkacyo gaalkacyo maanta waa laba gedi waxaan soo taagnayn ayada oo laysdilayo oo laysdiraacayo oo aan laysdhex mari karinoo madaafiic baan kusoo dhex kornay laakiin maanta waxaan filaynaa insha allah haddii aan nahay dhallinyarada gobolka mudug gaar ahaan dhallinyarada reer gaalkacyood in ay gacmaha iswada qabsadaan in ay colaada ka tanaasulaan in oday duuble iyo oday duublihii kale intay isku keenaan ay ayagu heshiisiyaan sababtay tahay waxa dhimanaya waa dhallinyarada waxa maxay ahayto xabadda ku dhacaysa waa ayaga waxa rafaadaya waa ayaga marka dhallinyaradu shaqo xataa way abuuran karaan haddii labadii ay isku gudbaan waa isku hal magaalo in marka isku hal magaalo laba gobol laga kala dhigo wadeedu hadday midoobi lahayd waxay noqonaa mid tan kale waxaan rabaa inaan hal qodob ku daro weligeed gaalkacayo intaan ku noola waxaan mar walba arki jiray waxa wax sameeyo oo wax dilaa boqolkiiba sagaashan iyo sagaal nin baadiye ka yimi oo macawsita maba aha dhallinyarada magaaladu banooni kubad inay ciyaaraan waxaasay ku jeedaanba
كبدنا إياران إسكول إني آذان إني ما أنتن وحى وقبلنا ويرى ويرى معانا وخذ ويرى وادي عكر كاس معوسته وتمركو ما هذا محا يا تيجي ترى مركا كاد قال كا مركا حريف كا معوس لها أنت بدن أنتي ما هذا بوح دلا وحو دلا يا أنا وعذتك مقالة دولين يا مركا ساميت كلا بادية كإيمان يا وحبو دلا يا كوي مقالة كضارنا يا بلايو هل كاسي أنت بدن إبعتد وحكي عجرتي حقيقة أنت بدن إبعتد وحكي عجرتي وحي آية دت ربادية أبا وحسمين فوسي عبد الكريم جامع عاد بنكو سلام إنا ولا شيء أدي أدو سلام أنت أدو سلام أنت قالية ما شاء الله يدو ودينا عكون فرطة لابد إنه لو كلو هلا ينوح دينا وقوية على هذا نقد داي بليس وايد دليل يرد واسمه هذا دليل ذهبي ها نقد داي بليس ساعات الجو وكون ذهبي نمو وحكى ساعات ماشان حفلة عروس أنا دم فرح صناع دليل يرد إنه يصنع جلاد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ربنا سعادة شرفت لي ديابي واني وأس عبد الرحمن أحمد أس ديابي كنت أدم فرح صناع لبطة كسو افتنتي مقالة قال كعيو وجد مانتن واحد جبنا dhanki konfureed ee magaalada Galkacyo isbaarad waa qalbiga runtii lagama sheekeyn karo laba almaha radio shuku heen jireen isbaarad waa qalbiga radio codka mudug aad iyo aad wallahi wax badan buu isbaarad waa qalbiga isbaarad waa qalbiga isbaarad waa qalbiga waa iska nasaari kartaan way aad iyo aad isbaarad waa qalbiga macnaha in waxa dareemi kara isbaarad waa qalbiga waxa dareemi kara in markaad ka timaadid لنا عن أنت كتمادي لنا عكلي وجود بتتلك عيب وسيم مرتيد وسوم مرتيد وقعدت صار عندي حتى كم هاللي حلقي بانك هاللي حلقي ريمو تشترينه حاله دقت كيد لنا عن مركز أنت كسول جيس لنا عن سوم مرتيد إلا أضو شن لقود ملكي لبر لقود بعض هذا دتك ووضع دت وهذا إحمرتي وسيد إحمرتي وصار إحمرتي عد كفير سيم مع ذرك عد إلا هو مجال وين لنا عن جد جنة وجد وين ومض بضم باكون الخلق إلهي لنا عنا أنت إن اللي باكون المركب مركب سود حق شدة كي عد كفير ما يسام مجرته على ما ذيكو من الجنة هذا نواد بحضر لنا إكراتك تي عدكو ما ركتي على ما ذيكو من الجنة مركب إسبارد إن قلبي كتاي قفك على سكر على دريمة مركب كلا وقد جد جاك تشوك تي ذات كنا شحينا أنت ترى ذا ينعى ما قيل كثير إسبارد وقلبي لبطة كسو افتنتي مقالة قال كعيو أو شيء دان مانتن واحد جبنا نكي كونفريت مقالة قال كعيو إسبارد وقلبي أنتي نعمل شيء كين كرو لبطة لحتى المقالة قال كعيو هي سلعة قلك كتيرة ورشة ذا إسكو ميران تي إسكو لحتيلة وحافر حد وين نوع عاوينا جبنا جدّك كلا مقالة قال كعيو نع قلب ذو أنا وقده ما شاء ذا إنه حفلة أروس ورالك أحمد مهدي أنا وجوك نوليه هوتيل جلوبال وعادي أتفرحنا وقاه أنا ما أنتحون إنه مريه أنك شقيني مدكب بدن شنسانو عادي أتبي فرحنا وقته عابا وحن رجين إنه إنا أنت كسي بدين دونه إش دعقل كا سعد وكودي وحن أصلا ما ذي حفلة دي يدماشات كأروس كي وحن كتجينا كونفورت قال كايو وحنتينا غوري غوري غير غوري خير نقول خير غوري غوري نجي قولها كيالا وإلهي مهديس وإلهي مهديس غوري لبدا قديبا يكون سهرتان أبيات كي نبضو يكون سيأتكات أبيات كي دلني يرادو وحن دريمي يا نبض بضن بيت بيسا قال كعيا نبضي كدع ذي قال كعيا لبضي قديبا يسيمي نبض بضن بي حنون كنا قنيسا يا نبر dad badan oo booga ku yaalan ba jira ilaahay ha daweeyo allah daweyn kara nabadu waa gogosha waa gogosha ninka raga ama waa gogosha qof kasta oo islaam ah wallahi waxaan muqaalkan markaan aragnay u soo qaadanay oo uga hadalay waa farxad iyo wixii aan ogeyn iyo waxa hadda dhacaya alxamdulillah kaafiye kala dheeri ilaahay waxaan rajaynayna gaal kacayo inaannu tagno anaga oo nabada شو قروح بدن وفرح له إن ألقى هذا النه ولا هيجا قال كعيو لينعكست أنا وجدي مكلا لهم وحنون هاي ما عرفت دي معاي رحلة جدي هي كبحي مريه يبان هاي إن شاء الله وإناسي نبضة إن شاء الله إلهي ونجارسيو اللي جاء إنه ما عرفتي نيسين وأنا تجينه إذن كنا نوصل دعي إن إلهي نوصل فضية غير قال كعيانا يا مايسكي
ترى يا ميسك هذا اليوم بنا قلي معي هذه روح لي ومد الصومالي عيد جنته إلى هاي بجودة برعاد الصومالي ها الصوماليو ها ولا لوبان هكبح قبيلكو هكبح أنا جريه بلا ضدكو وأهل حتيو حجالو مركا وحن ليه لهن ملك استقو أن تغنو صومالي يكون نشاي أنا كوا ولا لهن وانت علنا هاي جارهن حجال كعيوضو ما أنتي مرها أتبيرتين ما أنتي جيت كأتبيرتين وعرض مريها كصبح دانا سيدا دعون لهيدن وأدقف أيدي لهيدن وأقدان لهيدن العق أدقسمين لهيدن ما أنت شوكتان إلى هاي نسي أتكيه إن أضياش لفتي قدر هيك قال كعياذو لبذا الدوب لبذا أضيال الدوبك كووي إنه لبذا لنعبة دلني يرد السيد أول على لوبين إذن كنا كرمية ودلني يرد إسكو كيانا أوكي كان كلا أولالك يسكو خلدمة تير كتاجة سوسن متكلبري وكو خلدمين قوشة قال كعياذو وقوشينه.